الوطنية في الغربة إلى الأخضر الوالي في المغرب، وتقرير عن السينما والرياضة. شكرا زميل كامل نجمي من سوريا. ففي سابقة تسجل في المغرب دارت فصول مهرجان الفيلم الرياضي بالدار البيضاء بحضور حشد من الفعاليات الرياضية. على مدى 5 أيام متواصلة دارت رحى مهرجان الفيلم الرياضي بالدار البيضاء، حيث تكلل تعاون المثلث الثقافي الرياضي والاجتماعي بطرح السيناريو السينمائي الرياضي وقراءة قدرة الأفلام في استيعاب المعطيات الرياضية الإنسانية. هذا يدخل في إطار النهوض بالقطاع الرياضي عامة، الذي تسعى جميع الجهات لا سيما يعني الجمعيات في الميدان الرياضي بالخصوص، ونحن حاولنا أن نجمع بين الميدان الثقافي والرياضي والفني في آن واحد. فرصة الأيام المغربية للفيلم الرياضي كانت مناسبة استعرض فيها المركز السينمائي المغربي أجيالا قديمة من ألوان الفيلم الرياضي. المركز السينمائي ديما فتح الأبواب ديالو لجميع الجمعيات في الميدان الثقافي، وهذه أول مرة تنشتغلوا على الفيلم الرياضي لتوعية الشباب على التاريخ، كيفاش دخلت بعض الأنواع ديال الرياضة المغرب. القوة الجذابة للفيلم الرياضي رفقة التجارب التي عرضت في المحفل مكنت عيون البراعم من التتبع والمتعة. الاهتمام بالفيلم الرياضي هو مناسبة لكي نقول للجيل، لهذا الجيل، بأن الرياضة هي وسيلة للانفتاح الثقافي على المجتمع، وبأن الشباب يجب أن ينصهر من خلال هذه الوسائل التثقيفية لكي يتعرف على تاريخه الرياضي، وكذلك لكي يستمد جذوره التاريخية العربية والوطنية. الفواصل الإبداعية التي طرحت مشاهد مثيرة خلال العروض عرفت حضور النجم السينمائي وبطل الحركات عبد الكريم قيسي، الذي قدم من الديار الأمريكية داعما لقيمة الحدث. فرحان بزاف اللي حضرت وكنت رئيس في هذا المهرجان ديال السينما الرياضية، وعطيها همة كبيرة، لأن الرياضة راها عندها واحد المنفعة كبيرة للشعب والشباب، ويخصنا نكونوا مع هاد المهرجانات ومع هاد الناس اللي يقوموا بهاد المهرجان باش نشجعوا الرياضة والفن المغربي. التشويق الذي خلفه مهرجان الدار البيضاء للفيلم الرياضي راق الفئات الرياضية الحريصة على انتصار الرياضة سينمائيا، والأطفال يوجدون على رأس قائمة المتحمسين. شاهدنا أفلام رياضية مغربية قديمة ومتنوعة، عطاتنا معلومات ما كانتش تتوفر لنا، ونتمنى بأن هذا المهرجان يعاود يتكرر لأن أول مرة تقام. مبادرة خلاقة تطرح الرياضة من باب الإبداع السينمائي، حيث الرياضة هي قضية حياة بالنسبة للناس، والسينما ترجمة لمعاني الحياة. الرياضة ليست معتركا للتنافس وكسب النتائج وفقط، إنها إلهام للإبداع السينمائي وبيان للخيال الواسع وحوار مفتوح على الحياة.